معلومات ان انت اتعرض عليكي افلام او اعمال كتيره بعد الفيلم ده، بس اغلب يعني رفضتيها لان اغلبها كانت ادوار جريئه. انا مش كمان يعني قبل وبعد يعني، بس كان اكتر قبل، انه كانوا دايما بيحطوني في حتة الجرأة عشان معروف ان انا يعني ان بلبس عادي، الكليبات شويه فيها نوع من الجرأه. فبيفتكروا انه انا يعني انه يعني دي شخصيتي، بس انا لا، يعني ما هو انت موضوع كده كده ملوش في التمثيل مالكيش دعوه بشخصيتك، انت بتعملي اكيد دور. اكيد، بس مش يعني مش عايزه اعمل حاجه مبتذله، يعني مش عايزه الناس تكرهني، يعني انا لما بلبس كده ما ببقاش ان انا بقصد اضايق الناس او اجرحهم، لا، انا عشان جسمي صغير وشكلي صغير فبيليق عليا ده، يعني ده ستايلي، مش ان انا بحاول اضايق الناس او استفزهم يعني. لكن السينما بالنسبه لي لا، اذا كانت بتهدف لحاجه او بتقدم حاجه انا متحمسه ليها جدا، بس اذا كانت مجرد ان انا ببتذل في شغلي عشان خاطر اجيب شباك او لاهداف الانتاج، انا ما عنديش استعداد الحقيقه. تمام.